بنفتتح مؤتمر العاشر لقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية. المؤتمر السنة دي بيناقش التخدير والعناية وعلاج الألم في المرضى اللي هي حالات الحرجة. المؤتمر ده في المنصورة المؤتمر العاشر، يعني احنا بقالنا 10 سنين بنعمل مؤتمر التخدير ده. كل سنة بيكون بيهتم بموضوع معين وبنناقش فيه أكتر من محور، بحيث الناس تخرج من المؤتمر بيستفيدوا من الموضوع ده من كل النواحي. يعني لو عايزين يعرفكم على اسم التخدير، اسم التخدير في جامعة المنصورة ده من أكبر المراكز، من أكبر أقسام التخدير على مستوى، ثالث اسم تخدير على مستوى الجمهورية بعد القاهرة وعين شمس في عدد أعضاء التدريس. قسم التخدير بيخدم أماكن كتير، يعني المستشفى الرئيسي وحوالي 7 مراكز طبية متخصصة زي مركز الكلى وجراحة الجهاز الهضمي والأورام والتجميل والحروق ومستشفى الطوارئ والأطفال والأورام، يعني حوالي 7 أو 8 مراكز طبية متخصصة. طبعا أعضاء التدريس في القسم يزيد عن 100 عضو هيئة التدريس بيخدمهم في الأماكن دي، إضافة لخدمة في غرف العمليات اللي بتوصل حوالي 70-80 غرفة عمليات مجتمعة في جميع الأماكن دي. بنخدم حوالي 12 عناية في المستشفى الرئيسي والمراكز الطبية المتخصصة اللي أنا ذكرتها لسيادة. في كمان الجديد عندنا إن إحنا علاج الألم بصدد إنشاء وحدة علاج الألم. إحنا أوريدي عندنا عيادتين علاج ألم بمستشفى الأورام والعيادات الخارجية بالمستشفى الرئيسي اللي هو مستشفى الجامعة الرئيسي. علاج الألم ده حاجة جديدة طبعا في جامعة المنصورة، وبدأنا ان احنا نهتم بانشاء الوحدة دي ونعمله، نعمل تخصص في علاج الألم. الماجستير والدكتوراه عدد يمكن حوالي 30 رسالة في السنة، إضافة إلى أن احنا بدأنا نستحدث الأيام دي، بعتنا المجلس الأعلى للجامعات عشان نعمل درجة علمية جديدة اللي هو ماجستير في العناية المركزة، وخلاص تقريبا خلاص هيتوافق عليها. كمان يعني أحب أقولك أن اسم التخدير ده مركز تدريب معتمد، يعني احنا بيجيلنا أطباء كتير جدا من الزمالة المصرية، وبندرب حوالي أكتر من 12 طبيب زمالة مصرية كل سنة، إضافة إلى اللي هم المستشفيات اللي هي تابعة لوزارة الصحة. أغلب الدكاترة في مستشفيات وزارة الصحة طبعا بيسجلوا عندنا من الخارج ماجستير، وبنعمل لهم تدريب يعني تقريبا مساوي لتدريب أطباء المقيمين الريزيدنت، وبيخلصوا عندنا الماجستير سواء هم في المراكز بتاعت الدقهلية أو في المستشفيات اللي تبع وزارة الصحة أو مثلا مستشفى الدولي في المنصورة.